ملاحظ ان انت نجمك خفيف؟ اه انا دي مصيبتي دي، انا فعلا مصيبتي دي. انا انت عارف ان انا عامل حادثه من فتره، من شهر اتنين، نص اتنين، قبليها بيومين انا كنت منزل على الفيس ان انا داخل فيلم وماضي وخلاص اوكي. بعد ما نزلت بيومين عملت حادثه بالليل الساعه 10:30، موت طفل عرباجي يعني قطع على الطريق وكده، الله يرحمه يعني. المهم بعدين هو ماشي عكسي يعني، مش لا ما مش مقصود طبعا، هو انت ماشي في طريقه، انا ده طريقي وعكسي. الله يرحمه، ما مش عايز اتكلم عليه، الله يرحمه. الموضوع خلص، ولكن بقول لك النظره. بعديها باسبوع انا ماضي وفل، بعديها باسبوع باظ الفيلم. لا لا الا الله، ليه يا عم؟ ولقيتهم جايبين ممثل تاني، مش مطرب، ممثل تاني، وصور يوم، وبعد ما عمل ديكور و و و و وصور بالنجم الممثل، راح حدد الديكور ووقف وسافر على لبنان. ده المخرج. اتفاجئت انا بقى بالحاجات دي، ان هو صور يوم وجايب ممثل تاني. الله، طب انت خليتني اجي اعمل بروفات ليه؟ طب انت خليتني امضي معاك عقد ليه؟ طب اديتني عربون ليه؟ طب كل ده ليه؟ خليتني احفظ واقرا واذاكر واقعد واتابع وانا معيش عربيه وكنت بركب واروح. انت فاهم؟ طب كل ده ليه؟ يلا كل دوت عند ربنا. ولكن انا من نظره، انا ابن نظره فعلا زي ما بيقولوا يعني، النظره عندي بتصيب. مسرحيه حشبه دي اللي كنت عاملها ومت يعني، لما نزلت صوري ونزل اخبار ان انا عامل مسرحيه مت يا باشا، ما عيتش زيو. رحت رايح المستشفى 23 يوم غيبوبه و20 يوم بفوق، فلك ان تتخيل يعني 23 يوم غيبوبه مع الاموات، مع ابويا وامي وستي الله يرحمهم واخلاني وعمامي الميتين في التراب. انا واقف بحاجه خالص، ماليش دعوه بالارض خالص. انا اللي حواليا دول ما اعرفش مين اللي حواليا، ولا شايف اصلا ولا سامع ولا دريان بيكو بالدنيا. انا مش هنا، انا كل ده انا حاسس ان انا نايم وبحلم، بحلم بستي بتصوت، يا انور يا فاطمه بتصوت لابويا وامي، مشوا الولد ده من هنا، ايه اللي جايبه دلوقتي لسه بدري مشوه؟ قسما بالله زي ما بقول لك، ايه اللي جاب ستي دي؟ الله، ده ابويا، الله، ده امي، الله الله الله، ايه ده؟ ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ ايه ده؟ وخلاني وعمامي متعلقين فيا، ماسكني وبيشدوني لورا، وابويا وامي الله يرحمهم، امي من هنا وابويا من هنا، بيسلكوا ايديهم وبيزقوني لقدام لغايه ما فلت من ايدين خلاني وعمامي اللي ميتين، اللي هم بيشدوني لورا، وطلعت سنه قدام. السنه اللي قدام دي انا كنت بفتح عيني وببص، ايه ده انا فين؟ تخيل انت، دي ثانيه حلم فلاشه، 23 يوم، 23 يوم فيلم حلم فلاشه كده جايه، سبحان الله. والله فقت، ايه ده؟ ده انا فين صوتي؟ مفيش صوت، كنت بتنفس من هنا، معمول لي فتح هنا شقه حنجري. مش ده بيأذي صوتك اصلا؟ هو المفروض لا، لو مش، لو الدكتور عمل فتحه غلط يعني عند الاحبال الصوتيه، ده ممكن يأذي الصوت، انما هو تجنب ده بان هو فتح في النص، في النص بالظبط اهو، دي شايفها، دي في النص اهي، دي هنا بعيد عن الاحبال الصوتيه، الاحبال الصوتيه هنا، واخد بالك؟ بس فهو عشان يديني نفس بس، لان مفيش نفس داخل. ففضلت 23 يوم على الجهاز، وبعد كده بقى ربنا كرم وبدات افوق واشوف الدنيا واشوف مراتي. الدكتور، الدكاتره بيقولوا لي عايز مين؟ نجيب لك مين؟ قلت لهم مراتي، ما انا هي اللي معايا كانت وانا داخل المستشفى. وداخل على رجليه. وداخل على رجلي انا اللي سايق العربيه. ايه في ايه الدنيا ايه؟ ما تفهمش. هاتوا لمراتي، هاتوا لمراتي، هاتوا لمراته. مدام ورد راحوا جايبينها. انا في العنايه المركزه في الانعاش جوه بقى، مش فاهم اي حاجه، بس مفيش صوت. فاكر ان الموضوع ده لسه امبارح مثلا؟ امبارح ايه يعني، انا فاكره دلوقتي مش امبارح.